نعم كنت متزوج من 2011 ايوه وحصل خلاف، يعني زوجتي سابت المنزل ومشيت يعني، ورفعت المحاكم، وبعد كده رفعت قضية خلع، يعني رفعت قضية خلع اللي هي يعني ايه حاجتها. فطبعا المحكمة حكمت فيها بالعفش والحاجة والحاجات دي، وبعد كده انقضاء مدة وكده، وراحت لجأت للأسرة. بس هي ما السؤال رفعت، يا حبيبي توهتني معك، ايه الموضوع باختصار؟ باختصار ما هو بلاغة كما يقولون. باختصار الموضوع يعني، هل اللي رفع خلع لها حق إن هي تاخد القايمة؟ لا، إذا كانت متضررة متضررة وطلقت للضرر يختلف عن المختلع، المختلع ترد الصداق، أتردين عليه حديقتها؟ أما المطلقة للضرر فإذا قضى القاضي بطلاقها للضرر لها كل مستحقات المطلقة.